من هو الملقب بفارس العرب؟ ومن الذي عده الفاروق بألف رجل؟ هو أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة النبي ارتد عن الإسلام، ثم رجع إلى الإسلام مرة أخرى وحسن إسلامه. هو شاعر وفارس اشتهر بالشجاعة والفروسية، حتى أنه لقب بفارس العرب، وكان صاحب أشهر سيوف العرب وأقواها، وهو سيف الصمصامة. فمن هو؟ هذا هو عمرو بن معد يكرب الزبيدي. كان عمرو طويل القامة قوي البنية مفتول العضلات، وقد عده الفاروق بألف رجل، فكان إذا رآه قال: الحمد لله الذي خلقنا وخلق عمرا، تعجبا من عظم خلقه. وقد شارك عمرو في عدد كبير من الفتوحات الإسلامية في عهد أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما في الشام والعراق، وكان يعد في الطبقة الأولى من الخطباء، الطبقة الثانية من الشعراء، ويغلب في شعره التحدث عن نفسه وشجاعته. عندما طلب سعد بن أبي وقاص من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن يرسل له تعزيزا لمعركة القادسية، أجاب عمر: لقد أرسلت لك 2000 رجل، عمرو بن معد يكرب وطليحة بن خويلد الأسدي، كل واحد منهما يعتبر 1000 رجل. ويشهد لعمرو بالشجاعة، حيث أنه شارك في 3 معارك كبرى في التوسع الإسلامي لخلافة الراشدين، وكان عمرو أحد القادة في معارك القادسية واليرموك، وكانت خبرته واستراتيجيته العسكرية مفيدة في هزيمة الفرس في القادسية، عندما قام بوضع خطة لتحويل تيار المعركة، وفتح الله على المسلمين، فأخذ عمرو ينشد شعرا يفخر فيه ببلائه ويقول: إن الأعاجم عند الحرب قد عرفوا أرباب حرب وأبطالا أبابيلا، بالقادسية والأحياء شاهدة ردت كتائبنا الفرسان والفيلا، ما زال قومي لدى الهيجاء إن لقحت حربا ضروسا تراهم نحوها حيلا، من سالموه فإن السلم راحته، أو حاربوه فقد يلقى التناكيلا. أما عن خبر وفاته فقد قاتل عمرو في معركة نهاوند أشد قتال، حتى كثرت جراحه وفتح الله على المسلمين نهاوند. وظهر عمرو في تلك المعركة بالشهادة، ودفن بقرية روضة من قرى نهاوند، حيث استشهد رضي الله عنه بعد أن تحقق النصر للمسلمين، ومات بعد المعركة بسبب تخون جروحه رضي الله عنه وأرضاه. ديننا الإسلام ينبوع البطولة، ديننا بدر أنار في الليالي، ديننا الفاروق عنوان الرجولة، ديننا الخنساء رمز للمعالي. في ثرى بدر علينا يجاهد، لقنا الأعداء درسا في الصمود، جدنا الزبير لا يخشى الشدائد، جدنا الحمزات صياد